يقول: ما حكم من يمشي على القبور؟ حرام، حرام امتهان القبور بالمشي عليها أو الجلوس عليها أو إلقاء القاذورات عليها والمياه أو أذى القبور بأي أذى، يعني حرمة المسلمين أمواتا كحرمتهم أحياء، كما أنها لا تعظم القبور ويغلى فيها ويبنى عليها وتجصص، كل هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.